والأمة بتدهشهم إن كل يوم في تمسك الإسلام ووضوح الرؤية، لاحظوا في تمسك الإسلام ووضوح الرؤية، ولكن بتلاحظوا بظل في غبش عند البعض. هذا مش ممكن يزول، الغبش هذا اللي عند البعض بزولش الآن بيوم وليلة، لكن في النهاية على فكرة الأمة من تجاربها راح تصنع صناعة جديدة. الأمة بتصنع بتجاربها. هذا بريستو، يعني هذه طنجرة الضغط، يعني بمعنى آخر اللي هم لابد من حرارة عالية مع ضغط مشان يكون ايش؟ تعجيل في النضوج. اكثر شعوب تنضج بسرعة هي اللي بتتعدى، لاحظوا بتتعرض لتحديات وبتعيش الضغوط. هذه الشعوب الواعية اللي بتصعد وعيها وبسرعة على فكرة بتترك التخلف. انظروا شوفوا الشعوب اللي واجهتها تحديات هي الشعوب الراقية، واللي ما واجهتها تحديات ظلت نايمة. حتى بلادنا احنا المسلمة اللي ما دخلها الاستعمار ظلت متخلفة، لما دخلها وانتبهنا احنا وشفنا انه متخلفين في مواجهة الغازي ونحاول نحل المشكلة تصاعد وعينا. اما اللي ما دخلهاش الاستعمار، البلاد خصوصا في بلدين مسلمات ما دخلهم مش الاستعمار تقريبا، اليمن الشمالي وافغانستان قبل ما يدخل الاتحاد السوفيتي، هذول كانوا يعني في متخلفين قرون عن العالم. لكن ديروا بالكم التحديات اللي واجهت افغانستان وحتى هجراتها ورجوعهم وكذا الاخره، ولا يزال الان الامر هذه سنين بجوز تقولوا 20 و30 و40 سنه راح تكتشفوا انه هذا نقل الافغانيين قرون، واليمنيين برضو اللي بيشوفوه الان راح يقفز فيهم. يا اليمن السعيد هذا اللي كان هو اساس الحضارات كلها يكون في تخلف أمية. طب احنا عندنا، ما انا عم بقول 60% من بناتنا في الجامعات، اقصد 60% من بنات الجامعات من 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 طلاب الجامعات، بلاش نفهم غلط، 60% من طلاب الجامعات عندنا بنات. وين هذا موجود؟ لانه احنا تعرضنا، احنا في منطقة فيها ايش؟ فيها صراع حضاري وفيها تحديات في وعي. ولا لو تشوفوا الشعوب الثانية، اقصد مش العربية ومش بس الاسلامية وحتى الغربية، شو بفهم يعني؟ احنا قلنا بفهم بالتكنولوجيا حسب ما هم برمجينه هم، لكن شو بفهم في الحياة؟ وبضحكوا عليهم، وزي ما قلنا احزاب وفي النهاية بحولوهم لعبيد في مستوى راقي من العبودية، ليشتغلوا لمين؟ لقلة بتتحكم بالأموال والمصادر وإلى آخره، وفي النهاية أسرة مفككة وشعب يعيش ذرات، ما فيش أي ارتباط لا بأسرة ولا بحمولة ولا بكذا، وبيعيشش يعني حياته بمعنى الكلمة، بيرفهوا شوية يوم الأحد، تمام؟ كين قال لك إحباط ومش شايفين أفق وإلى آخره، ويا شيخ إيش الشيخ بده يعملكم؟ ايش اللي الشيخ اللي